أول درس في مفهوم الوعي هو الإدراك الحسي والشعور ولعل المتأمل في هذا المحور الأول سيدرك جيدا أننا أمام مفهومين أساسيين لا بد من تحديد دلالتهما قبل الشروع في الوقوف عند التساؤلات أو الأسئلة التي يطرحها هذا المحور اذا لدينا الادراك الحسي ولدينا ايضا مفهوم الشعور فالادراك الحسي يقصد به ادراك الشيء باحدى الحواس حاسه البصر حاسه الشم حاسه السمع الى غير ذلك من الحواس اما الشعور فهو عباره عن الادراك العقلي اذا نحن امام مفهومين نتحدث هنا عن ادراك حسي وادراك عقلي الاشكال اللي كنلقاو راسنا امامه في هذا الصدد او المفارقه التي نجد انفسنا امامها في هذا الصدد كتمثل في ان هذا الادراك الحسي يتميز بان عنده واحد الوجود معين حيث الحواس تحتل مركزا خاصا بها في الدماغ وخلايا الجهاز العصبي ولكن في المقابل نجد الادراك العقلي اللي هو الشعور على العكس من ذلك ليس له وجود عضوي لانه لا وجود لمركز خاص به في الدماغ والجهاز العصبي بل هو في الحقيقه مجرد علاقه تربط الفرد بذاته وبالعالم الخارجي الذي يسعى هذا الفرد لادراكه وربما هذه المفارقه هذه تجعلنا نتساءل عن طبيعه الوعي الذي يملكه الانسان ما طبيعه هذا الوعي وكيف يتشكل هذا الوعي هل هذا الوعي عباره عن مجرد نشاط عصبي يتم داخل الدماغ البشري مما يجعله مجرد ادراك حسي أم أن هذا الوعي عبارة عن نشاط عقلي خالص أي شعور عقلي؟ وإذا كنا في حياتنا اليومية نستعمل بكثرة هذا المفهوم الذي هو الوعي، فهل الدلالات التي نعطيها لهذا المفهوم كافية لكي تؤدي بنا إلى القول بأن تحديد مفهوم الوعي يمكن بسهولة وأن هذا التحديد هو تحديد دقيق أو بعبارة أخرى هل يمكن تحديد مفهوم الوعي تحديدا دقيقا شاملا متفقا بشأنه إذا هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة من خلال الوقوف عند مقاربتين مختلفتين لمفهوم الوعي ستكون البدايه مع المقاربه العلميه للوعي مع عالم بيولوجيا الاعصاب الفرنسي ومدير مختبر الابحاث البيولوجيه جون بيير شونجو والمقاربه الثانيه هي المقاربه الفلسفيه لمفهوم الوعي مع الفيلسوف راسي ولنرى ماذا يقول جون بيير شونجو في نصه في الكتاب المدرسي الخاص بالشعب العلمية يقول جون بيير شونجو يعتبر أغلب الفلاسفة وعلماء اللاهوت إذا علم اللاهوت هو واحد العلم يبحث في وجود الله وصفاته وعلاقته بالعالم والانسان. اذا يعتبر اغلب الفلاسفه وعلماء اللاهوت ان دراسه الوظائف العليا للدماغ مجال من مجالات اختصاصهم ويصرون بقوه على ذلك. الوظائف العليا للدماغ يقصد بها كل نشاط عقلي كيفما كان تفكير اتخاذ قرار انفعال شعور وعدات الى غير ذلك ثم نسمي النص ولا سيما وان الوظائف الدماغيه لم تخضع بعد للتحليل العلمي الدقيق وليس في هذا الامر ما يقلقني لان هذه الوظائف الدماغيه ستصبح عاجلا ام اجلا موضوعا للبحث العلمي بل ان ما يقلقني هو المجهود الجبار الذي يجب بدله للابتعاد عن الخطابات الادبيه حول الموضوع اذا في هذه الفقره هذه شنو دار جون بيير شونجو باعتباره عالم بيولوجي كينتقد تصور الفلاسفه وعلماء اللاهوت حول دراسة الوظائف العليا للدماغ لماذا ينتقد تصوره بكل بساطة لأن جون بيير شونجو يرى بأن دراسة هذه الوظائف الدماغية ليست من اختصاص الفلاسفة وعلماء اللاهوت لذلك يرفض شونجو كعالم بيولوجي أن يكون الوعي موضوعا للدراسات اللاهوتية والأدبية بل يجب تفسير هذا الوعي وإخضاعه للتجارب العلمية الدقيقة وبالتالي فبالنسبة لشونجو فدراسة الوظائف الدماغية هي من اختصاص العلماء هي من اختصاص البحث العلمي وليست من اختصاص الفلاسفة وعلماء اللاهوت لننتقل اذا الى الفقره المواليه من النص لنرى ماذا سيضيفه هذا العالم البيولوجي في هذه الفقره ماذا يقول شونجو يقول من الطبيعي بالنسبه لي وباعتباري انتبهوا عالم بيولوجيا الاعصاب ان اعتبر كل نشاط عقلي كيفما كان سواء كان تفكيرا او اتخاذ لقرار او انفعالا او شعورا او وعيا بالذات عبارة عن نشاط عصبي مشروط فيزيولوجيا بحيث تكون خلايا عصبية محددة هي التي تستجيب اولا لمنبهات خارجية وقد أذهب أبعد من هذا فأقول ليس النشاط العقلي والنشاط العصبي وكما كتب سابقا جاك مونو جاك مونو هو عالم بيولوجيا فرنسي اهتم بدراسة الآليات البيوكيماوية للمعلومات الوراثية يقول جاك مونو فإن أحد أهم سمات العقل البشري هي قدرته على تخيل وضعيات دينية من أجل استباق النتائج وتهيئ الفعل وترتبط هذه القدرة مباشرة بملكة التمثل مثل تمثل الموضوعات الخارجية وتؤكد العديد من نتائج التجارب النفسية الفيزيائية على الطابع المادي للصور العقلية لهذا فإن فرضيتنا تقول إن الصور العقلية هي موضوعات مادية محددة بفضل خريطة الدينامية للخلايا العصبية وللسيالات العصبية التي تغذيها وتسري داخلها إذا بداية عندنا مجموعة من المفاهيم التي لا بد لنا من الوقوف عندها بداية عندنا مفهوم الفيزيولوجيا كما تعلمون هي علم يهتم بدراسة وظائف أعضاء الجسم عندنا أيضا مفهوم آخر اللي النشاط العصبي هي وهو العملية التي يقوم من خلالها الدماغ بإصدار مجموعة من الأوامر التي يتم نقلها على شكل إشارات عبر السيالات العصبية وكاين مفهوم أيضا ديال السيالات العصبية وهو طيار عصبي يخترق الخلايا العصبية ويعمل على نقل الإشارات من خلية عصبية إلى أخرى عندنا أيضا واحد المفهوم اللي هو أساسي اللي هو التمثل ويقصد به مختلف الطرق التي تصبح بها الموضوعات ماثلة من جديد أمام الفكر، كما يقصد أيضا بالتمثل الطرق التي يستحضر بها الفكر موضوعات العالم الخارجي حتى في حالة غيابها. وهو حسب النص عبارة عن صورة عقلية مادية بحال مثلا الى بغينا نعطيو مثال مثلا نتوما في القسم ديما كتشوفو الصبورة يقدر تخرج من القسم وتمشى في الشارع غير كيذكر لك شي واحد السمية ديال الصبورة تصح ديرو صورة هاته الصبورة في دينك رغم, رغم غيابها اذا من خلال هذه المفاهيم ومن خلال هذه الفقره ماذا اراد جون بيير شونجو ان يوصله لنا اللي بغى يوصل لينا جون بيير جونجو من خلال هذه الفقره هو ان كل نشاط عقلي كل نشاط عقلي هو عباره عن ماذا هو عباره عن نشاط عصبي على اعتبار ان الحواس تتعرض لمنبهات خارجيه تقوم بارسالها الى الجهاز العصبي الذي تقوم خلاياه وبكيفية معقدة بإحداث نشاط عقلي هو الذي يعبر عن بما يسمى الوعي ويتجلى ذلك في مدى؟ في قدرة العقل البشري على تمت الموضوعات الخارجية على شكل صور مادية من هنا يصل شونجو إلى أن هناك مناطق في الجهاز العصبي هي المسؤولة عن إنتاج الوعي لا بل أكثر من ذلك مفهوم الوعي بالنسبة لجون بيور شونجو يمكن تحديده بدقة من خلال الإحاطة بالمفاهيم المرتبطة بالنشاط العصبي إذن باختصار بالنسبة لجون بيير شونجو أولا يجب الابتعاد عن الخطابات الأدبية حول موضوع الوعي هذه وحده ثم ثانيا يجب الاحاطه بالمفاهيم المرتبطه بالنشاط العصبي اذا اردنا تحديد مفهوم الوعي ولا علا اهميه موقف شونجو تجلى في كونه يؤسس تصورا علميا حول مفهوم الوعي ويخلص هذا الاخير اي مفهوم الوعي من الخطابات غير العلميه ولكن كما تعرفون لكل تصور ما له وما عليه فرغم اهميه هذا الطرح العلمي حول مفهوم الوعي الا انه لم يلقى قبولا مطلقا من طرف الفلاسفه الذين بالرغم من اعترافهم بهذا الجانب العلمي في تشكل الوعي فهم يرون في هذا التصور تصورا ناقصا وفي حاجه الى اغناء اكثر بجوانب اخرى لها دورها الهام في هذا المجال مثلا دور التنشئة الاجتماعية في تشكل وعي الإنسان ودور المحيط الذي يعيش فيه الإنسان في تشكل وعيه خاصة وأن الإنسان ليس مجرد بعد واحد فلا يمكن أن نأخذ الإنسان ونحصره في خانة واحدة بل إنسان يتكون من عدة أبعاد فلن نتحدث عن بعد جسدي مادي فقط بل نتحدث ايضا عن بعد عقلي وعلى هذا المنوال صار الفيلسوف ارهاسل إذن هنا سنتحدث عن المقاربة الفلسفية لمفهوم الوعي، فإذا كان شونجو يرى أن الوعي مفهوم بسيط يمكن تحديده تحديدا دقيقا شريطة الإحاطة بالمفاهيم المرتبطة بالنشاط العصبي، فإن راسل يؤكد من زاوية مغايرة على أن الوعي مفهوم غامض ويجب إخضاعه لمزيد من البحث والتوضيح و التدقيق فكما يقول راسل في نصي اذا عدتم الى الكتاب المدرسي وقمتم بقراءه نص راسل قراءه متانيه ومتمعنه ستجدون بان راسل يقف عند كلمه اننا واعون ليؤكد من خلالها على ان للوعي دلالتين اساسيتين الدلاله الاولى تقول ان الوعي عباره عن ردود افعال صادره من الانسان تجاه الوسط الذي يعيش فيه وهو ما يعكس حسب راسل ما يسمى بالادراك الخارجي اما الدلاله الثانيه فتقول ان الوعي عباره عن اكتشاف الانسان لذاته ولعواطفه ونوعيه افكاره بخصوص ردود افعاله تجاه المحيط الذي يعيش فيه أو تجاه الوسط الذي يعيش فيه وهذا المستوى هو ما يسميه راسل بالاستبطان أي نتحدث هنا من جهة عن إدراك خارجي ثم من جهة ثانية نتحدث عن إدراك داخلي وباش يوضح لنا راسل المعنى الأول للوعي يقدم راسل مثالا لصوت شخص يقول هاي هذا الصوت هذا يستجيب له كل شخص فيدير رأسه إلى مصدر الصوت ليعرف ما إذا كان الأمر يتعلق به أم بغيره وهي استجابة ما عند الأشياء الجامدة كالأحجار مثلا لأنها عاجزة عن القيام بذلك فهي قد تستجيب لمثيرات أخرى كتحركها عند الاصطدام بجسم مادي اقوى منها لكن تلك الاستجابه تكون خاضعه لقوانين طبيعيه وبالتالي فرد فعلها خال من اي وعي ربما انا اخر مثلا ملي كتاخذ واحد الحجره معينه وكترميها قبل اللي ترميها راه كتمشي ديك الحجره اذا هذا عباره عن رد فعل ولكن واش ديك الحجره كتعرف بانك رميتها لا مطلقا العكس ديال الانسان ملي كتضربو بشي حاجه راه كيعرف بانك ضربتيه بشي حاجه ملي كتعيط عليه راه بانك راك عيطتي عليه وبالتالي فالوعي بالنسبه لراسل لا يحيل فقط على ادراك خارجي بل يرتبط ايضا في الجزء الاكبر منه بالاستبطان الشيء الذي يجعله مفهوما غامضا يحتاج الى المزيد من التوضيح والبحث والتدقيق إذن بعد وقوفنا عند المقاربة العلمية لمفهوم الوعي مع جون بيير شونجو والمقاربة الفلسفية لمفهوم الوعي مع راسل إلى ماذا نخلص؟ يمكن أن نستنتج من خلال ما سبق أن الأطروحات والمواقف قد اختلفت حول قضية الوعي وطبيعة الوعي بين من يؤكد على أن الوعي مفهوم بسيط ويمكن تحديده تحديدا دقيقا على اعتبار أنه نشاط عقلي عصبي مشروط فيزيولوجيا وبين من يؤكد من زاوية مغايرة على أن الوعي مفهوم غامض معقد من الصعب تحديده تحديدا دقيقا لأنه من جاء عبارة عن ردود فعل الإنسان تجاه وسطه ومن جهة ثانية هو عبارة عن إدراك داخلي للذات بواسطة الاستبطان وبين هذا الطرح وذاك لا يسعنا إلا القول أن تحديد مفهوم الوعي والفهم السليم لقضية الوعي ربما يقتضي منا أن نؤكد من جهة على أهمية البعد البيولوجي دون اهمال الوسط والمحيط الذي يعيش فيه الانسان لما لهذا الوسط من دور كبير في تحديد وتشكل وعي الانسان باختصار كان هذا كل ما يتعلق بالمحور الأول من مفهوم الوعي كالعادة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة أضرب لكم موعدا في الفيديو المقبل إن شاء الله وإلى ذلك الحين أقول لكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله